حكمته، وأنا أؤمن نعم بأن فلاديمير بوتين سوف يحتل أوكرانيا. كلنا نتمنى بأن الحل الدبلوماسي سوف يكون فعالا. رأينا إيمانويل ماكرون، ورأينا اتصال من جو بايدن مع بوتين. كل هذه الجهود الدبلوماسية كانت تحاول تجنب الاحتلال الروسي، ولكنك كما ذكرت روسيا لديها كل المفاتيح الجاهزة للاحتلال، وهي حقيقة لا تخفف من تواجدها حول الحدود مع أوكرانيا، بل هي تحشد المزيد من الجنود الروسيين ليس فقط في بيلاروسيا بل أيضا في روسيا. وكما أظهرت أنت على الخارطة، هم يحاصرونها من ثلاثة جوانب، وبناء على الاستخبارات الأمريكية والغربية يبدو بأن روسيا مستعدة للاحتلال. أعتقد أن السؤال الوحيد الآن هو إلى أي مدى سوف يتقدمون؟ هل سوف يحتلون كييف العاصمة؟ وهل سوف يحاولون قلب الحكومة والنظام الأوكراني؟ يبدو بأن هناك احتلال قادم. في الماضي ظننا بأن الاحتلال ربما سوف يأتي بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في بكين بعد 20 فبراير، ولكن اليوم الاستخبارات تقول بأن الاحتلال قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويبدو بأنه سوف يأتي لا محالة للأسف.